خلينا ننتقل للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ونشر انفوجراف سلط من خلال الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 6 حتى 12 يونيو 2020، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، ورصد الاجتماعات واللقاءات والأنشطة اللي عقدها وقام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. تفاصيل أكثر في العرض التالي.